واحسن فيرو قدر ميدان واحسن تنظيم واحسن تركيز منذ خمس دقائق واربع دقائق الاولى من المباراه. ترجع للوراء محاولة بناء هجمة جديدة من الخلف ومن الخلف داعش الذي يحمل القميص الصفراء والسوداء. التي تشبه كثيرا قميص فريق الماتس المغرب الفاسي. كاننا نشاهد وياكم فريق من النخبه بين المغرب الفاسي والوداد الرياضي البيضاوي. ترجع لصالح فريق داعش يستفيد رقم 14 من تماس عمر موسن. تماس لصالح الشبان علي الشباخه في تنفيذ العميد تنسحب بطريقه طويله.